بتكلم بكل شفافية. عندما أثرت هذا الموضوع من وازع الضمير والمسؤولية وكان في شهر 3/2020 في بداية أزمة كورونا، عندما ذكرت البعض من السياسيين، شعب الكويتي كل بكل أطيافه على عين وراسي، لكن بعض من السياسيين نعم اللي عتب عليهم كبير، اللي قال مو وقته، واللي قال أنت تؤزم. اليوم شو اللي صار؟ شو النتيجة؟ فلس الاحتياط العام. شنو مو وقته؟ يعني يوم أنا هددت بالسجواب كان رئيس الوزراء ما عنده خطة طوارئ للأمور الاقتصادية. الصحة والاقتصاد مكملين للبعض، يعني أنت شلون تطلب أدوية إذا ما عندك أصلا كاش؟ يعني المنطق، فواحد يكمل الثاني هو ميزان. وذكرت من وازع الضمير بذاك الوقت في شهر 3/2020 في عز أزمة كورونا، حطوا خطة حطوا خطة، إحنا رايحين لأمر مجهول. لما قبل واحد يقول إنه بندش نفق مظلم، لا دشينا النفق المظلم، خلينا نكون واضحين، حطوا خطة. رئيس الوزراء ما عنده قدرة باختيار وزراء المالية، لا اللي قبل ولا الحالي، ما في خطة واقعية. قلت الاحتياط العام راح يفلس، وهو مكون من مكونات الاحتياط العام اللي هو الأصول السائلة الكاش. الأجيال القادمة واقف على أرض صلبة، وطمئن شعب الكويتي، نعم احتياطياتنا فيما يخص الأجيال القادمة واقف على أرض صلبة، لكن هذا الأجيال القادمة، الأجيال القادمة، لكن الاحتياط العام طريقة السحب، طريقة كيفية معالجته كانت كلها سلبيات. عطينا البدائل والحلول لمعالجة كل الآثار السلبية. اليوم صفر الاحتياط العام، وين عتبي الشديد وانتقادي للمجلس والحكومة وخاصة رئيس الوزراء الشيخ جابر الشيخ صباح الخالد، وأيضا الأخ مرزوق الغانم. اليوم لما الاحتياط العام يفلس، ليش ما تعقدون جلسة طارئة؟ لأن الحكومة مستقيلة. شلون تعقد؟ إنزين مو أهم من الرياضة؟ لا الرياضة كان إصدار قانون. لا خليني أوضح، اليوم أنا عتبي قلت لرئيس مجلس الوزراء صباح الخالد، وأيضا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وكل أعضاء المجلس اللي ما طلبوا جلسة، وكذلك الحكومة. الحكومة مستقيلة نعم، لكن هذه مترتب عليها آثار. اليوم لما ينفذ الاحتياط العام ويصفر الكاش، من الطبيعي راح يروحون لبدائل قد تضر المواطن، واتفاقية دين عام، زيادة الأسعار، ولا نقبل في هذا الأمر. هم دخلون في نفق مظلم. لما تقول جلسة الرياضة نعم صح، كان من الضروري رفع علم الكويت، وأنا مؤيد إقرارها، لكن الرياضة مو أهم من الاحتياطي العام ولا ما يترتب عليه بمعيشة المواطنين. اللي حصل جلسة الرياضة كانت حكومة مستقيلة، والحين الحكومة مستقيلة، ليش ما تم انعقاد جلسة خاصة الحين رئيس الوزراء أقسم أمام سمو الأمير؟ ذاك الوقت لا، كان وقت رئيس الوزراء السابق بحكومته مستقيلة، وانعقدت جلسة الرياضة.